رقمي تي في. يشهد الربع الأول من كل عام إطلاق هاتف جديد من سلسلة جالاكسي S من شركة سامسونج، جالاكسي S21 Ultra، لكن تسريبات تظهر قبل الهاتف بشهور. المختلف هذه المرة أن تسريب صور الهاتف جالاكسي S22 Ultra جاء مبكرا نسبيا. موقع ديجيتال نشر صورا واضحة للهاتف تكشف بما يكفي عن هوية التصميم، تظهر الصور التصميم المنحنية وتذكرنا بهاتف جالاكسي نوت 20. الخبر الأول الذي جاءت به الصور أن الهاتف القادم سيحافظ على ميزة دعم القلم مع فتحة مخصصة أسفل الهاتف، ويبدو أن سامسونج قد استلهمت هاتف S22 Ultra القادم من سلسلة نوت. يحتوي الهاتف على حواف مسطحة من الأعلى والأسفل. وحدة الكاميرا جاءت على شكل حرف P، ويظهر أن بروز الكاميرا واضح بشكل ملحوظ، وما يزال من غير الواضح ما إذا كانت سامسونج قد ألغت سلسلة نوت، ولكن يبدو أن جالاكسي S22 Ultra يحتوي على ميزات هاتف نوت. في أي حال، من غير المرجح أن نسمع أي شيء عن جالاكسي S22 Ultra أو هاتف نوت حتى العام المقبل. ويتميز جالاكسي S22 Ultra بشاشة منحنية مقاس 6.8 إنش، ومن المحتمل أن تكون الشاشة من نوع أموليد عالية الدقة مع معدل تحديث مرتفع. تشير الأبعاد إلى أن S22 Ultra بطول 16.3 سنتيمتر وعرض 7.8 سنتيمتر مع سماكة 8.9 ملم. حسب التسريبات، سوف يحتوي جهاز جالاكسي S22 على بطارية تبلغ 3700 ملي أمبير وشحن سريع بقوة 25 واط، بينما جالاكسي S22 Plus على بطارية تبلغ 4500 ملي أمبير، بينما يعمل هاتف S22 Ultra ببطارية تبلغ 5000 ملي أمبير. يمكن أن يتميز كلا الهاتفين بشحن سريع بقدرة 45 واط. الشائعات القوية تقول إن هذا الهاتف هو من سيدفع إلى تقاعد سلسلة جالاكسي نوت.